بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله النهارده هناخد الوحده الثالثه الدرس الثاني، هناخد القصور المتساويه. طبعا احنا كنا خدنا قراءه القصور ومعنى القصور، وقلت عندي الكسر بيتكون من بسط ومقام. النهارده هنبدا في الدرس الجديد اللي هو القصور المتساويه. العمليه تسويه القصور قلنا هنستخدم اشاره في. طب انا دلوقتي عشان اساوي الكسر اساوي ازاي؟ قلنا نضرب البسط والمقام في نفس العدد عشان نحصل على كسر متساوي. طب دلوقتي لما اجيب ايه العدد اللي ممكن اضربه عشان اساوي الكسر؟ قلنا ممكن بالضرب في 2 او 3 او 4 او 5 وهكذا. وزي ما انا هضرب في البسط هضرب فين؟ في المقام. اول حاجه عندي مثال، لو انا عندي دلوقتي النص، النص اللي قدامي ده ممكن مين اللي يساويه؟ طب انا هنا قلت لك عشان نحصل على كسر متساوي لازم نقوم بعمليه ضرب البسط والمقام في نفس العدد. يعني نفس العدد؟ زي ما هضرب هنا هضرب فين؟ هنا برضو. طب دلوقتي انا عايزه هنا اساوي النص ده، اول حاجه الطرف الثاني بتاعه هنا، الطرف الثاني ماله؟ خالي، مفيش في البسط رقم ولا فيه في المقام رقم. طب اعمل ايه؟ هاخد اصغر رقم واقوم بعمليه الضرب. عندي واحد في كام؟ هضرب واحد في 2. طب ضربت فوق في 2 في البسط، يبقى هضرب المقام في نفس العدد. زي ما انا قلت لكم عشان نعمل قصور متساويه نضرب البسط والمقام في نفس العدد، يعني اضرب فوق زيه وهضرب فين؟ تحت. عندي واحد في 2 بيساوي كام؟ بيساوي 2. نعم زرطان، عندي واحد في 2 بيساوي 2، وعندي 2 في 2 بيساوي كام؟ بيساوي 4. بيساوي 4. يبقى معنى كده عندي ان النص بيساوي 2 على 4. طب هناخد هنا امثله عشان نشوف طريقه الحل. قبل ما ناخد مثال هنتكلم على حاجه. انا هنا قلت لكم النص بيساوي 2 على ايه؟ على 4. طب تمام. طب تيجي نشوفها مثلا بالرسم. عندي لما اقول لك عندي مربع وقسمته الى جزئين وخدت منه جزء، يعتبر خدت كده ايه؟ نصه، 1 على 2. برافو. طب لو جيت المربع الثاني وقسمته الى 4 اجزاء وخدت منه جزئين، يبقى خدت 2 من 4. معنى كده ان انا خدت نص الشكل، وهنا في الجزء الثاني خدت نص الشكل. يبقى معنى كده عندي ان النص بيساوي 2 على 4. هناخد الامثله اللي عندي. اما يجي لك هنا يقول لك اوجد قصورا متساويه. انا عندي هنا مين؟ اول حاجه ثلث، 1 على 3. 1 على 3 مين اللي بيساويه؟ انا اتفقت معاك ان انا عندي لما هاجي اعمل تساوي قصور هعمل عمليه الضرب. هضرب ايه؟ هضرب البسط في نفس الرقم بتاع مين؟ المقام. طب دلوقتي انا قدامي هنا كده عندي مين؟ عندي ايه؟ 1 على 3. مين انا هنضرب؟ قلنا اتفقت عندي ادام عندي هنا الرقم اللي قدام منه خالي، البسط خالي ومقام خالي، هضرب في كام؟ هضرب في 2. زي ما ضربت في 2 هضرب تحت في ايه؟ في 2. 1 في 2 ب 2، 3 في 2 ب 6. يبقى معنى كده عندي ان 1 على 3 بيساوي 2 على 6. طب ماشي، انا عايزه هنا 2 على 6 بتساوي مين؟ انا برضو عندي بسط فاضي ومقام فاضي. انا اتفقت معاك ان انا اخد اصغر رقم عندي اللي هو مين؟ 2. هضرب في 2 وهنا هضرب في 2. 2 في 2 ب 4 و 2 في 6 ب 12. يبقى معنى كده عندي ايه في هنا في اول مثال؟ ان عندي التلت بيساوي 2 على 6 بيساوي 4 على 12. عندي مثال اخر، عندي 3 على 9 بتساوي 6 على كام؟ هنا هضرب في 2. هنركز الاول، انا عندي هنا من الجزء الكامل. انا اتفقت معاكم يا اولاد ان انا قبل ما احل اي مساله لو لقيت فيه جزء كامل بروح عامله عليه دايره كده عشان ابدا ان انا ايه اقول ده الجزء الكامل بتاعي. طب الجزء الكامل بتاعي ده هنا كام؟ 3 على 9 بيساوي 6 على كام؟ هنا البسط عليه 6 وهنا المقام خالي. هضرب في 2؟ لا، انا هعمل حاجه بقى. انا اتفقت معاك في عمليه تسويه القصور بعمل عمليه الايه؟ عمليه الضرب. عمليه الايه؟ الضرب. 3 في كام بيديك 6؟ 3 في 2. يبقى معنى كده ضربت البسط في 2 يبقى هضرب المقام في كام؟ في 2. 2 في 9 بكام؟ ب 18. 2 في 9 ب 18. برافو. هناخد مثال اخر، انا عندي 4 على 8 بتساوي كام؟ انا عندي هنا البسط مش موجود لكن المقام موجود. هبدا اشوف مين الجزء الكامل اللي عندي اللي هو 4 على 8.
انا قلت في عمليه تسويه القصور، القصوره متساويه، استخدم اشاره ايه؟ اشاره الفي. 8 في كام؟ يديك 32. 8 في 4، برافو، اهو مش في 2 اهو، يبقى مش كل مره هضرب في 2، انا بشوف ال 8 حاصل كام في 8 يديني 32 في 4، يبقى زي ما ضربت تحت في 4 اضرب فوق في 4. 4 في 4 بكام؟ ب 16. يبقى معنى كده عندي الكسر 4 8 بيساوي 16 على 32. في مثال اخر عندي 2 على 3 بتساوي البسط خالي والمقام 9 بيساوي البسط خالي والمقام 6. اتفقت عندك ان احنا قبل ما نحل اي حاجة هنشوف الجزء الايه الكامل. انا عندي الجزء الكامل كان كام؟ 2 على 3. 2 على ايه؟ على 3. طب ماشي، انا عندي هنا الثلاثة دي كانت مضروبة في كام عشان تديك 9؟ مضروبة في 3. طب انا ضربت المقام في 3، اضرب البسط في ايه؟ في 3. 2 في 3 بكام؟ ب6، برافو. طب دلوقتي انا عايزة اجيب الطرف الثاني، هضرب من نفس البسط والمقام؟ لا، انا هرجع تاني للبسط والمقام اللي كان عندي كاملين وهشوف 3 في كام بيديك 6. قلنا 3 في ايه؟ 3 في كام يديك 6؟ 3 في 2. طب لما ضربت 3 في 2 ب6 يبقى هضرب 2 في كام؟ 2 في 2 هيساوي كام؟ 4. يبقى معنى كده عندي ان 2 على 3 بتساوي 6 على 9 بتساوي 4 على 6. طب انا عندي هنا الربع بيساوي كام على 8 بيساوي كام على 16؟ انا عندي هنا البسط خالي وهنا البسط ايه؟ خالي. اتفقت ان احنا بناخد الجزء الايه؟ الكامل. طب هشوف بقى، انا عايزه تسويه، علامه الايه يا ولاد؟ برافو، علامه الفي. 4 في كام يديك 8؟ 4 في 2. طب انا اضرب تحت في المقام في 2، اضرب بسط في ايه؟ في 2. 1 في 2 ب2، برافو عليكم. طب انا عشان اجيب ال 16 هضرب هنا؟ لا يا ميس، انت قلتي لما نكون بنحل ارجع على اصغر بسط ومقام وهو عندي الكامل اللي هو كان الربع، هقول 4 في كام يديني 16؟ يبقى كان هي مضروب في 4، يبقى 4 في 4 ب 16، واضرب 1 في 4 ب 4. يبقى معنى كده عندي ان الربع بيساوي 2 على 8 بيساوي 4 على 6. ده كده القصور الايه؟ المتساوي. طب تعالى نشوف امثله اكمل الفراغ. عندي 2 على 4 بتساوي كام؟ على 8. اتفقت عندي قبل ما احل اي مساله ابدا اشوف عندي مين؟ ابدا اشوف عندي مين الجزء الكامل يا ولاد؟ مين الجزء الكامل؟ برافو عليكم، اللي هو 2 على ايه؟ 2 على 4، ده الجزء الكامل بتاعي. طب انا عندي هنا، انا عايزه هنا ايه؟ عمليه ايه؟ تسويه. كلمه تسويه يعني هنكبر البسط والمقام عندي، يعني استخدم اشاره ايه؟ الفي. 4 في كام يديك 8؟ برافو، 4 في 2. طب انا ضربت البسط في 2، هضرب المقام في ايه؟ في 2. 2 في 2 بكام يا ولاد؟ ب 4، برافو. معنى كده ان ال 2 على 4 بتساوي 4 على 8. طب مثال اخر، عندي هنا 3 على 4 بتساوي كام على 36؟ اتفقت، برافو عليكم، الجزء الكامل 3 ارباع. هعمل علامه الايه؟ في 4 في كام يديني 36؟ 4 في ايه؟ 4 في 9، برافو. طب انا ضربت هنا في 9 يبقى هضرب فوق في ايه؟ برافو، احنا اتفقنا في عمليه تسويه القصور البسط والمقام هيتضربوا في نفس الرقم، في نفس الرقم اللي هضربه في البسط ولا هضربه في المقام؟ 3 في 9 ب 27، برافو عليكم. طب هناخد اللي بعد منها، 3 على 5 بتساوي البسط موجود 9 على كام؟ برافو، احنا عندنا البسط والمقام هنا كاملين، يبقى هنستخدم علامة الايه؟ في. 3 في كام يديني 9؟ هنقول 3 في 3، يبقى هضرب المقام في كام؟ برافو، في 3. 3 في 5 بكام؟ ب 15. ناخد مثال آخر، 7 على 8 بيساوي البسط خالي والمقام 24. هناخد الجزء الكامل اللي هو 7 على 8، نقول علامة في. 8 في كام يديني 24؟ 8 في 3، برافو، يبقى هضرب فوق في كام؟ في 3. 7 في 3 ب 21. عندي آخر مثال، 7 على 9 بيساوي كام على 81؟ هشوف التسعة دي، أنت التسعة دي مضروبة في كام يديني 81؟ في 9، برافو، يبقى هضرب هنا السبعة في كام؟ في 9. 7 في 9 بكام يا ولاد؟ برافو عليكم، ب 63، شطار. يبقى معنى كده عندي في عملية تسوية القصور، يبقى أما أجي أضرب البسط والمقام هضربهم في نفس الإيه؟ العدد.
طب امتى يا ميس اضرب في 2، امتى يا ميس اضرب في 3، امتى يا ميس اضرب في 4. انا اتفقت معاكم ان احنا نضرب في 2، لو كان عندي البسط والمقام ما فيهمش اي ارقام يبقى هضرب في اصغر رقم عندي في 2. لكن لو عندي هنا زي المثال اللي قدام مني هنا البسط خالي والمقام فيه رقم، يبقى كده هشوف حاصل ضرب كام يدي نفس المقام، يبقى زي ما قلت هنا 4 في كام يدي 8 في 2، ضربت هنا 2 في 2 بايه؟ ب4. ده كده عمليه تسويه الكسور. اخليكم فاكرين ان لما اقول لك ساوي يبقى الاثنين قد بعض استخدم علامه الفي. الدرس الثاني النهارده برضو بيتكلم معايا على تبسيط. كلمه تبسيط يعني اصغر الكسر، اخلي الكسر صغير. هنا الدرس الاولاني كان عمليه اللي هي التسويه، ان انا بكبر الكسر واخلي الاثنين قد بعض، يعني اخلي الكسر ده لو نص قدام منه 2 على 4. طب لو كان 3 على 9 يبقى 3 على كام؟ يبقى هنا كام؟ 6 على 18. طب لو كان عندي الربع اللي هو 2 على 8 او 4 على 16، يبقى دي عمليه فيه. طب النهارده هناخد عمليه تبسيط الكسور. اول ما اقول لك بسط يعني صغر، يبقى هنستخدم علامه الايه؟ العلى. هنستخدم علامه الايه؟ العلى. قال لك عشان اعمل عمليه تبسيط الكسور نقسم الى حدين، البسط والمقام، واقسمه على نفس العدد. يعني على سبيل المثال انا عندي هنا الجزء 9 على 12. 9 على 12، لاحظ معايا كده، انا عندي هنا البسط كبير والمقام كبير. طيب انا عايزه هنا اصغره، انا عايز اشوف هنا لما اجي اصغره ايه 9 بتقبل على كام، والرقم اللي بتقبل عليه 9 هو اللي هتقبل عليه ايه؟ ال 12. طب مين هو؟ هي الايه؟ الثلاثه. 3 على 9 فيها 3، و12 على 4 فيها 4. هنا اول حاجه في الامثال اللي عندي اكمل ما ياتي، اكتب الكسر التالي في ابسط صوره. اول ما اقول لك ابسط صوره يبقى استخدم علامه الايه؟ العلى. برافو عليكم. طب انا عندي هنا 27 على 81 بتساوي 3 على كام؟ طب دلوقتي يا ميس 27 على 81 بتساوي 3 على كام؟ ما هنا ده الجزء الكامل بتاعي. طب تعالى بص، 27 دي كبيره ولا صغيره؟ اكبر من البسط، كبيره، يبقى هستخدم علامه كده ايه؟ العلى. طب 3 الصغنونه لو قلت 27 على 3 يعني 3 في كام يديك 27؟ برافو، 9، يبقى هنقسم على 9. طب زي ما قسمت هنا على 9 هقسم هنا على الايه؟ 9. 81 على 9 فيها كام؟ 9. برافو، يبقى معنى كده ان 27 على 81 بيساوي 3 على 9. طب ناخد مثال اخر، عندي 25 على 30 بتساوي البسط خالي على المقام. طب انا اتفقت هنا عايزه ايه؟ ابسط لابسط صوره، يعني صغر. اول ما اقول بسط يبقى علامه الايه؟ العلى. علامه الايه؟ العلى. 30 على 6 فيها الكام؟ برافو، فيها الخمسه. طب انا قسمت هنا على الخمسه، اقسم البسط على ايه؟ على الخمسه. 25 على 5 فيها الخمسه. برافو. طب ناخد مثال اخر، عندي هنا 40 على 72. ايه ده يا ميس؟ ده كبيره قوي 40 دي. طب تعالى هحلها معاكم بكل بساطه. ال 40 دي حاصل كام في كام؟ 5 في 8. برافو. طب وال 72 دي حاصل كام في كام؟ 9 في 8. شطار. طب مين عندي الرقم هنا مقرر؟ ال 8. ممتازين. يبقى هقسم كده على كام يا ولاد؟ برافو عليكم، كده هقسم على الايه؟ على 8. شطار شطار شطار. يبقى هنا 40 على 8 فيها الكام؟ ال 5، و 72 على 8 فيها الايه؟ ال 9. نيجي هنا في القسمة الأخيرة 20 على 8. 20 على 8، طب هنا أنا شايفة قدام مني صفر، هنا صفر وهنا صفر، طب ممكن أعمل فيه إيه؟ أدام هنا فيه صفر يبقى يقبل القسمة على إيه؟ على طول من غير أي حاجة، يبقى القسمة على الكام؟ يبقى على الاتنين. برافو. ويبقى إيه تاني؟ يبقى على الخمسة، لأن الصفر بيبقى القسمة على الاتنين والخمسة. طب تعالى نقسمها على الاتنين، إحنا خدنا القسمة صح؟ ماشي، على الاثنين. 2 على 2 فيها الواحد. برافو. وصفر على الاثنين فيها الصفر. شطار. طب 8 على 2 فيها الاربعة، وصفر على الاثنين فيها الايه؟ الصفر. كده بقى احنا خدنا الدرس بتاع النهارده اللي هو عملية تبسيط الكسور. يبقى كده خدنا تسوية الكسور اللي هي أول ما تسمع كلمة تسوية نستخدم إشارة الايه؟ الفي. طب لما أقول تبسيط الكسور يعني هنصغر الكسر، يبقى هنا عملية الايه؟ القسمة.